معانا مقدار الشوكليت بوبس بتاعنا، كوبايتين ونص بسكوت شوكولاته وبنطحنه زي ما احنا شايفين هنا، ومعانا واحد كوبايه جبنه كريم، ومعانا ممكن تحطي شوكولاته سايحه مثلا، او ممكن نحط شوكولاته سايحه. انا جايبه هنا شوكولاته جاهزه سيرب عشان سرعه، لو انت ما عندكيش شوكولاته سيرب اي شوكولاته عندك اي نوع سيحيها في طاسه على نار هاديه جدا، وهنوريكم هنعملها ازاي دلوقتي. تاني بسرعه المقادير، كوبايتين ونص بسكوت شوكولاته مطحون، كوبايه جبنه كريم، جبنه كريم طبعا ساده ما فيهاش اي نوع من انواع الاطعمه المختلفه، وعندنا هنا دي كل الحاجات دي شوكولاتات دي للتزيين، وسيرب كراميل وسيرب شوكولاته، وممكن زي ما قلنا نحط شوكولاته متسيحه اي نوع شوكولاته عندنا بطريقه سهله وبسيطه. احنا طحنينه في البلندر بتاعنا، هنحط الشوكولاته زي ما احنا شايفين، وهننزل عليها الجبنه الكريم بسهولة جدا، ويوسف الحقيقة ما بتاخدش 5 دقايق في العمايل، وسهلة جدا والأولاد الصغيرين بيحبوها قوي قوي قوي. زي ما احنا شايفين كده هننزلها وهنعجنها كويس، وعلشان بس أعرفكم إنها بنعجنها وما بنشكلهاش على طول، احنا بنعجنها زي ما انتم شايفين كده، وهندخلها التلاجة لمدة نص ساعة بس تمسك نفسها علشان لما نكورها تكون سهلة وبسيطة معانا في التكوير ونلفها بسهولة. تمام كده؟ بس ايه الحقيقه انا عايزه اقول لكم بصراحه، انا في البيت بعجنها بايدي، لان ايه الموضوع بيبقى اسهل كتير في عجن الايد احسن من اللي احنا بنعمله ده، بس طبعا عشان الهواء ايه الموضوع كده يكون شكله الطف واشيك، فايه الموضوع يبقى بسيط زي ما انتم شايفين. انا بس اهم حاجه ادخل الجبنه كويس قوي، الجبنه الكريم بتاعتنا في بسكوت الشوكولاته، في البسكوت بالشوكولاته اللي احنا طحنينه كويس جدا، بنطحنه ناعم. تمام زي ما احنا شايفين كده، هي خلاص كده تمام، هيوصل كده للدرجه دي كده، هنحطها هنا بصوا كده هنحطها شايفين. انا بس عايزه ادخل الجبنه ما تكونش باينه خالص في الشوكولاته زي ما احنا شايفين كده، وهندخلها التلاجه، ندخلها التلاجه يا سيد، وهتجيب لنا الموديل الجاهز بتاعنا، او انا اوريدي عاملاها بس قبل الهواء علشان دي لازم تاخد نص ساعه علشان نشكلها وتبقى سهله في التشكيل. شوفوا بقى احنا بعد ما دخلناها التلاجة مسكت نفسها اهي، ما فيهاش اي حاجة، ما عملناش اي حاجة مختلفة، هي مسكت نفسها، وهنعملها بقى هنجيبها كده ونكون عندنا مثلا ايه، في ناس تحب اللي هي العصيان البلاستيك بتوع اللولي بوبس او بتوع المصاصات، ممكن ناس تحط خلة سنان، احنا بنجيبها كده زي ما انتم شايفين ونعملها على شكل دواير كده اهو، على شكل دواير تمام تمام، وهنحط كده عندنا الكبس الصغيره بتاعتنا دي، لو مش موجوده مفيش مشكله خالص، ممكن خله الخشب بتاعتنا دي نحط عليها مفيش مشكله خالص. تمام كده اهو، انا هوريكم بسهوله جدا زي ما احنا شايفين، بصوا بتبقى عجينه سهله جدا في ايدينا زي ما احنا شايفين كده، ونروح عاملينها بشكل دايره، حتى هي بيبقى شكلها بيلمع بعد ما نكورها في ايدينا، انا هوريكم شكلها بيلمع وجميل جدا، هيبقى كده شكلها بالطريقه دي بمنتهى البساطه، لان اوريدي الجبنه بتخليها تكون سهله وبسيطه في ان احنا نتحكم في الشكل بتاعنا، ونرجعها تاني في الكاب بتاعنا. استاذنك يا سيد تجيب الحاجه اللي احنا مجهزينها كده اهو. الو استاذه كريمه، اهلا وسهلا منورانا، اتفضلي. ايوه السلام عليكم، ازيك يا قمر؟ اهلا وسهلا استاذه كريمه، يعني اسكندريه احسن ناس، اهلا وسهلا منورانا. ربنا يخليكي، ربنا يكرمك، ده انت اللي احسن بجد. انا بس حبيت اني ابارك لك، الله يخليك انت وكل الشوفات الجمال اللي معاكي بجد، قناه جميله مميزه. ودايما زي ما كانت دايما مدام هنا بتقول قناه الحياه رقم واحد، دي حقيقه. هي بجد كمان بالستات الحلوين المحترمين اللي عندهم بجد قوه واراده. ميرسي لذوقك، انا حبيت اني احييكي. الله يخليكي، على فكره احنا معانا شيف اسماء دي اسكندرانية اصلي، يعني احسن ناس واجدع ناس. ربنا يخليكي، ربنا يكرمك من بعد ما عندكم والله، يعني قلبي. الله يخليكي، وخصوصا اني يعني انا بجد يعني من اشد المتابعين بقى البرامج الطايه عامه في كل القنوات. طب ايه رايك في الفكره بشكل عام؟ يعني ايه رايك في فكره ان انت كل يوم تشوفي مطبخ جديد بشكل جديد؟ الحقيقه فكره جامده جدا صح؟
بجد طبعا جميله، فكره جريئه وحلوه قوي قوي. ايوه وانا بجد النهارده بقول لك بجد يعني تسلم ايدك ويحسن ما بين ايديكي انت وكل اخواتك وحبايبك. ميرسي لذوقك، هيشرفونا برضو. لا انت لازم تتابعينا بقى، احنا كل يوم احنا كل يوم معانا ست جديده وهتقدم حاجات جميله الحقيقه ان شاء الله باذن الله البرنامج يعجب كل الجمهور. ربنا يا رب يخليكي حبيبتي ويسعد لكم اوقاتكم يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. وبذكر كمان قناه الحياه بجد على الافكار الهائله المحترمه دي. الله يخليك. وببعت بقى ممكن تهنئه؟ اتفضلي اتفضلي. عايزه اقول لحنين في عين شمس ربنا يخليها بجد ونعم الاخت بجد. انا بجد كمان عايزه اقول حاجه، اتفضلي. البرامج بتاعتكم دي احلى حاجه ان هي جمعت بين يعني اخواتنا وحبايبنا الفه ومحبه. اكيد. ود احنا ما شفناش بعض، احنا بس بنتكلم بعض عبر التليفون، وانتوا طبعا بالقنوات بتاعتكم جمعينا. فبجد بقول لكم تسلموا وتعيشوا. احنا سعداء بيكم والله. طبعا. الله يخليكي. الله يخليكي. معلش اذا كنت طولت عليكي. لا يا حبيبتي انت تنورينا، والحقيقه سعيده بتليفونك جدا وسعيده باي سؤال. اتفضلي تحبي تساليني اي سؤال. الحقيقة احنا متشكرين جدا، احسن ناس طبعا الاسكندرانية، يعني الحقيقة حاجة جميلة جدا. وزي ما قلنا الجميلة اسماء ان شاء الله معانا هتكون من الاسكندرية وهتقدم لنا اكلات هايلة، انتظروها ان شاء الله في حلقتها يوم الثلاث. هتقدم لنا اسماك، واسماك بقى على الطريقة الاسكندراني. الحقيقة هتبقى حلقة جامدة جدا جدا جدا، وان شاء الله تنال اعجاب كل المشاهدين. احنا زي ما احنا شفنا كده عملنا الشوكليت بوبس بتاعتنا، وعندنا الصوصات بتاعتنا جاهزه. قلنا لو ما عندناش صوص جاهز ممكن بسهوله جدا نحط الصوص. اوبس ده كده كتر شويه. لو ما عندناش صوص جاهز هنحط الشوكولاته، اي نوع شوكولاته عندنا. احنا هنحط كده شوكولاته عاديه، وقبل ما الصوص بتاعنا ينشف احنا بنحط عليه بنزينه مثلا شوكولاته بيضه زي ما احنا شايفين، شوكولاته حمراء اهو. وعندنا هنحط برضو صوص كراميل علشان يبقى بس فليفرز مختلفه. انا بس هخلي بالي، بس الاستوديو ساقع متلج الحقيقه، في حاجات بتبقى ماسكه نفسها وفي حاجات بتبقى ناشفه شويه. احنا هنجيب بس استاذنها كسف معلقه رفيعه من فضلك. زي ما احنا شايفين كده، احنا بس نطلع لي بس من الصوص. زي ما احنا شايفين كده اوريدي الشوكليت بوبس بتاعتنا اللي احنا مجهزينها كده اهو. وطبعا قبل ما قلنا قبل ما الشوكولاته تنشف هنحط عليها اي زينه بقى بتاعتنا، بيبقى شكلها حلو جدا، والاولاد الصغيرين الحقيقه بيحبوها جدا وبياكلوها بسرعه، وبتبقى الحقيقه ممتعه جدا ليهم. احنا هنحط بس هنزود هنا معانا صوص الكراميل. استاذنك يا سيد. ميرسي، شكرا جزيلا. هو دي ايوه تمام. هنحط بس حاجه بسيطه كده. ايوه شوفوا بقى صوص الكراميل بيبقى طعمه حلو جدا زي ما احنا شايفين كده، وهنقدمه. وبرضه نحط فوقيه فورماسيلا مثلا، لو ممكن اصلا شويه من البسكوت واحنا طحنينه نخلي منه شويه ونحط فوقيه برضه، بتبقى فكره حلوه جدا. يعني احنا بسكوت الشوكولاته بنشيل منه شويه ونحط فوقيه. تمام. ونحط فوقيه، وزي ما شفنا كده هتكون هي دي الشوكليت بوب سهله وسريعه. وتاني هدفنا ان احنا نقدم حاجات سهله وبسيطه وما تكونش بتاخد من ست البيت وقت زي ما احنا عارفين.